بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا الكرام الطلاب الأعزاء، نضع بين أيديكم فيديو خاص بكيفية تسجيل الدخول إلى حساب الطلاب على موقع أوفيس 365، وكيفية الدخول إلى برنامج أو منصة مايكروسوفت تيمز. طبعا هنالك عدة خطوات أو عدة طرق للدخول إلى حساب الطالب. الخطوة الأولى هي باختيار متصفح أو براوزر مثل جوجل كروم أو الإيدج أو برنامج يدعى الفايرفوكس. طبعا الأغلب يستخدم برنامج جوجل كروم. عند الدخول إلى هذا المتصفح نكتب هنا www.office.com ونضغط Enter. سيقوم المتصفح بفتح شاشة خاصة بموقع office.com. نقوم هنا كنت قد سجلت في حساب سابق، الآن سأقوم بالتبديل إلى حساب آخر بحال كان في المنزل أكثر من طالب ولديهم أكثر من حساب. طبعا كل طالب يدخل بالحساب الخاص به لأن الصفوف والمواد تختلف من صف إلى صف ومن طالب إلى طالب آخر. فإذا أختار التبديل إلى حساب آخر أو switch to another account. أضع هنا البريد الإلكتروني وليكن مثلا قمت بتحضير طالب بشكل طالب لإجراء تجربة. سأقوم هنا بكتابة اسم المستخدم وهو اليوزر نيم المكتوب على الورقة التي قمنا بتزويدكم بها، ونختار كلمة تسجيل الدخول أو sign in. هنا سيطلب مني إدخال كلمة المرور أو الباسورد. سأقوم بكتابة الباسورد كما هو. لاحظوا هنا capital letter حرف كبير، يجب أن تكون حرف كبير، والO والS أحرف صغيرة small letter يجب أن تكون small letter. سأقوم بوضعها هنا والضغط على كلمة تسجيل دخول أو sign in. لاحظوا قام المتصفح بنقلي إلى الحساب الخاص بهذا الطالب وأنا سميته مثلا math S1. لاحظوا هنا عدد من البرامج التي يستطيع الطالب من الدخول إليها. طبعا يوجد عدد كبير من البرامج، سنكتفي نحن في المدرسة باستخدام البعض منها علما أنها متاحة جميعها للطالب الذي يمتلك اليوزر نيم والباسورد. ومن ضمنها بعض البرامج المعروفة لدى الطلاب مثل الإكسل، الباوربوينت، وبرنامج الوورد. طبعا البرنامج الأهم الذي سنستخدمه هو برنامج تيمز، بالإضافة إلى برنامج يدعى وان درايف وبرنامج آخر يدعى الأوتلوك وهو الخاص بالبريد الإلكتروني. إذا ممكن أن ندخل من هنا إلى التيمز، وممكن أن ندخل من هذه الأيقونة إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. فنلاحظ هنا عند التسجيل الدخول من خلال الموقع أو البراوزر سيطلب مني بعد قليل أن أقوم بتنزيل نسخة عن البرنامج لكي أستخدمها من خلال الكمبيوتر وليس بالدخول من خلال البراوزر أو المتصفح. طبعا هنا كوني قد دخلت بحساب ليس مشكل لأن كنت قد سجلت دخول بحساب آخر. لاحظوا هنا تأتي رسالة يطلب مني قم بتنزيل تطبيق تيمز على سطح المكتب وابقى على اتصال بشكل أفضل. طبعا الاستخدام الخاص بالابليكيشن على سطح المكتب سنراها بعد قليل هو أسرع وفيه خصائص أكثر من استخدام تطبيق الويب لتيمز. حاليا بحال لم أكن قد قمت بتنزيل البرنامج، طبعا للحصول على برنامج أضغط على الحصول على تطبيق نظام. لاحظوا هنا سأقوم بحفظ البرنامج، ممكن أن يأتي هنا في الأسفل
أضغط على كلمة بدء التحميل أو داونلود. بعد الانتهاء سيظهر ملف، أقوم بالضغط عليه مرتين بالماوس ومن ثم اختيار كلمة Next Next، ومن ثم يقوم البرنامج بالتنصيب على سطح المكتب أو على الكمبيوتر. طبعا حاليا سأقوم باستكمال الدخول عبر الويب. لاحظوا هنا دخلت إلى حساب هذا الطالب. هذا الطالب طبعا قلت لكم هذا حساب ليس حساب رسمي، هو حساب طالب تجربة أقوم ببعض التجارب عليه، ولكن عند الطالب الوضع سيختلف. ستظهر هنا أسماء خاصة بالمواد التي يتعلمها كل صف وكل شعب. لاحظوا هنا دخلت بهذه الطريقة وأصبحت داخل البرنامج. لنفترض مثلا لدي صف يدعى test all أو test add all group. عند الدخول إليه توجد لديه قناة تسمى general أو قناة عامة. لاحظوا هنا قمت بوضع بعض التجارب عليها. سيكون الأمر مماثل عند الطالب، يعني مثلا دخل إذا هذه المادة فرضا مثلا أنها مادة المات أو الساينس أو اللغة العربية أو أي لغة أو مادة أخرى، سيجد هنا جميع ما ينشره الأستاذ بالإضافة إلى الحديث أو الدردشة التي تحصل بين الطلاب والأستاذ. طبعا الأمر المهم هو أن يدخل الطالب إلى الاجتماعات أو إلى الحصص التدريسية التي تكون على شكل نقل مباشر للحدث، أي live meeting. live meeting يعني البث أو الاجتماع المباشر، طبعا يكون مجدول بطريقة أو تتناسب مع البرنامج الذي يوزع على الطلاب. وبحال العودة إلى المدرسة سيكون نفس التوقيت ونفس الحصص ونفس التوزيع الأسبوعي للمواد، لذلك تركناها كما هي حاليا. إذن لاحظوا هنا مثلا قام الأستاذ بإرسال موعد لاجتماع، ما هو مثلا السبت 3 أكتوبر تشرين أول الساعة 9 صباحا. عند الضغط الطالب على هذا الاجتماع ستظهر أو سيظهر محتوى الاجتماع أو الخصائص أو الأمور المتعلقة بهذا الاجتماع، مثلا طلب مثلا يرجى إحضار الكتاب المعلوماتي والكمبيوتر. للانضمام إلى هذا الاجتماع لاحظوا هو مدته بين الساعة 9 صباحا و 9:50، حوالي 50 دقيقة يعني الاجتماع. هنا إذا أراد الطالب الانضمام ساعة توقيت هذه الحصة يضغط على كلمة انضمام. طبعا هنا الطالب كنا قد طلبنا منهم أن يقوموا بإطفاء الكاميرا إن وجدت الكاميرا، وأيضا الميكروفون كي لا يتسبب بتشويش على الصف بشكل عام. وعندما تطلب المعلمة أو الأستاذ منه ذلك يقوم بفتح الميكروفون لسؤال سؤال معين أو لطرح سؤال معين، ومن ثم إعادة إغلاق الميكروفون بشكل سريع لكي لا يحدث التشوش. إذن هنا لاحظوا لم أدخل حاليا إلى هذا الصف الذي يدعى كمبيوتر وورد 2. عند كلمة join now أو الانضمام الآن سيقول جاري الاتصال. طبعا حاليا لا يوجد اجتماع، فقط من باب الشرح والتوضيح. لاحظوا هنا يضغط الطالب على إظهار المشاركين، يعرض له المشاركين أو المشاركون في الاجتماع المفترضون. حاليا هو فقط موجود في الاجتماع. طبعا بالتأكيد يكون الأستاذ هو في الأساس مدير لهذا الاجتماع، والطلاب بأسفل الليست الموجودة أو القائمة المنسدلة الموجودة، وهي الحضور أو هو الحضور الخاص بهذا الصف. طبعا الطالب كما قلت عندما يرسل الأستاذ ممكن أن نريكم بعض الأمثلة. مثلا إذا قمت أنا شخصيا بالدخول
عبر الابليكيشن الموجودة على الكمبيوتر والتي تحدثت عنها في المقدمة. سأقوم بالدخول إلى حسابي الخاص، أتبع نفس الخطوات التي يقوم بها الطالب. هنا أكتب السراج هاي سكول ينو دوت اون عفوا اون مايكرو سوفت دوت كوم. بما أني كنت قد سجلت دخول سابق من خلال هذه الابليكيشن وهي مايكروسوفت تيمز على سطح المكتب أو الديسكتوب، فبعض الأحيان لا يطلب منك إضافة الباسورد. طبعا سيتم التحميل خلال لحظات، ويتعلق الأمر أيضا سرعة تحميل البرنامج بسرعة الإنترنت وأيضا بالمحتوى أو المعلومات الموجودة داخل الصفحة أو الحساب الخاص بالشخص الذي يدخل إلى المايكروسوفت تيمز. طبعا أنا يأخذ بعض الشيء لوجود عدد كبير من الصفوف التي أعمل بها وأنتمي إليها. لاحظوا هنا سيقوم بعد قليل بفتح البرنامج وهو ذاته. طبعا ممكن لاحظنا هنا باللغة العربية، ممكن بشكل بسيط أن يدخل الطالب إلى إعدادات ومن اللغة يختار اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة يراها مناسبة وسهلة عليه، ويختار إعادة تشغيل، يعمل تسجيل خروج أو ساين أوت وإعادة تسجيل مرة أخرى، فتظهر جميع المحتويات الموجودة باللغة التي اختارها كالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها. لاحظوا هنا أنا على صفحتي الخاصة كنت قد اخترت اللغة الإنجليزية، فظهرت جميع التعليمات باللغة الإنجليزية. أنا أعطيت للطالب مثلا الاجتماع هو موجود، سأغادر كطالب فقط لأنظر على أي قناة سأرسل له مثلا اجتماع معين، تست أد أول جروب. أنا سأدخل من هنا كأستاذ، هذه هي المجموعة، سأرسل له اجتماع أو موعد لحصة معينة بشكل سريع. سأقول أسميها ديمو 10، أختار الوقت والتاريخ مثلا ولتكن 1 تشرين، أنا أقول كتجربة. طبعا هنا AM هي للتوقيت الصباحي، سأقول أن هذا الموعد مثلا سيبدأ في تمام الساعة 10 صباحا. بما أن موعد الحصة أو وقت الحصة هو 50 دقيقة، سأكتب هنا 50 عفوا 50. لاحظوا موعد الاجتماع أو مدة الاجتماع هي 50 دقيقة. بعد أن يضع الأستاذ كل هذه الأمور والملاحظات الخاصة به يقوم بإرسالها فتصل إلى الطالب بشكل مباشر. سأضغط على كلمة send إرسال. لاحظوا بعد قليل ظهرت على الصفحة الخاصة للأستاذ، وأيضا إذا دخلت إلى حساب الطالب لاحظوا ظهرت عند الطالب. ماذا على الطالب أن يفعل الآن؟ طبعا الشخص المرسل هو أنا. لاحظوا تأتي صفة أو اسم صاحب الإرسال الأستاذ. الطالب بهذه الحالة سينتظر إلى وقت الاجتماع، وعند الحين أو عندما يحين موعد هذا الاجتماع ستأتي رسالة تذكيرية notification لتعلمه أن موعد الاجتماع سيبدأ بعد لحظات معينة أو بعد قليل. طبعا عند الضغط على هذه الشكل على هذا الشكل سيدخل الطالب، ومن هنا سيقوم بالانضمام أو عمل جوين إلى الاجتماع كما حدث قبل قليل. لاحظوا سأطفئ الميكروفون والكاميرا مطفئة وأختار الانضمام الآن. لاحظوا إن اختار الطالب ليرى من زملائه ومعلميه موجودون. لاحظوا هنا الأستاذ أصبح الآن موجود. إذا دخلت إلى صفحة الأستاذ لاحظوا Meeting Now، يعني ظهر الاجتماع وبدأ التوقيت. في هذه الحالة عندما يدخل الأستاذ يفضل أن يدخل الطالب بعده مباشرة بدقيقة ليختار هذه الكلمة مباشرة بدون الدخول إلى Schedule الخاص به. فإذا أنا كأستاذ سأنضم إلى الاجتماع، سأطفئ الميكروفون أيضا بشكل مؤقت.
لاحظوا هنا البريزنتر هو الأستاذ مدير الجلسة، الطلاب الموجودون هنا حاليا، هذا هو الطالب الذي يشاهد الدرس. إذا عدت إلى الطالب مرة أخرى، لاحظوا مثلا إذا نحتاج إلى رفع يده، يستطيع رفع اليد من هنا، رفع اليد، سيظهر عند الأستاذ أن هذا الطالب، لاحظوا، تم رفع يده لأنه قد يكون يحتاج إلى مساعدة أو إلى أن يطرح سؤال معين. لاحظوا هنا أيضا، في هذه الحالة يقوم الأستاذ بتنزيل يد هذا الطالب، وطلب منه أن يقوم بفتح الميكروفون عنده وأن يدلي أو يقول ما عنده أو يسأل سؤاله. ساعتئذ يدخل الطالب من هنا، يختار إلغاء الكتم، يسأل السؤال، ومن ثم يعيد إغلاق الميكروفون. طبعا لا، يعني لا يفضل ولا يحبذ أن يقوم الطالب بفتح الكاميرا لعدة أسباب، ومنها أنه أو أن البث من خلال الكاميرا يقلل من جودة الإنترنت ويبطئ السرعة الخاصة باستقبال البيانات الواردة من الأستاذ. هذه ميزة موجودة، وهي الدردشة. أيضا يمكن للطالب أن يكتب سؤاله هنا، وبعد أن ينتهي الأستاذ وبعد أن ينهي الأستاذ حديثه أو شرحه، يدخل الأستاذ إلى الدردشة الخاصة مع الطلاب ليرى ما هو السؤال. مثلا سأكتب بس جملة بسيطة، مثلا أقول: لم أفهم الفقرة الأولى من الدرس مثلا، ويرسل هذا الإرسال من الطالب. لاحظوا هذه الإشعار وصل إلى الأستاذ أن شخص معين، لاحظوا هنا أتت نوتيفيكيشن: لم أفهم الفقرة الأولى من الدرس. ساعتئذ يعرف أن الطالب الفلاني ممكن أن يقوم بأن يرسله مباشرة، إما بواسطة الفيديو أو الكول، أو يرسل له رسالة مباشرة. مثلا يقول له الأستاذ: حسنا، سأعيد شرح الفقرة الأولى أو الفقرة الأولى، عفوا، الأولى بعد قليل، ويضغط إرسال. طبعا أيضا ستصل إلى الطالب. إن دخلنا هنا إلى الدردشة، طبعا ستصل إلى الطالب في الدردشة الخاصة به. يعني إن دخل الطالب إلى دردشة هنا، لاحظوا وصلت من الأستاذ، لم تصل إلى الاجتماع مباشرة، وصلت إلى الدردشة الخاصة بصفحة الطالب أو الشات الخاص بالطالب. فإذا عند الرجوع هنا، بشكل عام هذا ما يحتاجه الطالب. أيضا بحال أراد الأستاذ أن يقوم بمشاركة الدرس، وقد يكون محضرا على برنامج مثلا الباوربوينت أو غيره، سأقوم بفتح برنامج مثلا مثل الباوربوينت، وهو عرض تقديمي خاص لشرح برنامج تيم كنا قد أعددناه للطلاب. لاحظوا هنا، نعدت إلى الصف. أنا كأستاذ حاليا سأقوم بمشاركة المحتوى على الكمبيوتر الخاص بي، وأقوم ب عفوا سأختار من هنا مشاركة، وسأختار عرض للطلاب. حسنا، إن عدت إلى صفحة الطالب، لاحظوا ظهر المحتوى الخاص بالأستاذ عند الطالب. الأستاذ يتكلم، يشرح، ممكن في بعض الأحيان صورة الأستاذ تظهر في الفيديو إن أراد ذلك، ولكن أهم شيء في الأمر هو أن يتابع الطالب مع الأستاذ الشرح من خلال الصوت والانتباه والإصغاء، طبعا بحسب تعليمات الأستاذ في هذا الأمر. هذا بشكل عام. طبعا سأعود إلى الأستاذ لألغي مشاركة سطح المكتب من هنا، إلغاء. عاد هنا الطالب بشكل عام. لاحظوا ظهرت مجددا صورة مقدم الاجتماع وهو الأستاذ في هذه الحالة. طبعا الأستاذ يستطيع عند الدخول، طبعا الأستاذ دخل من هنا من تطبيق سطح المكتب، يستطيع الأستاذ عفوا
هنا يستطيع أو يجب على الأستاذ، وهذا مطلوب منه، أن يقوم بتسجيل الدرس مباشرة حينما يدخل أو حينما يبدأ الدرس بشكل رسمي أو بشكل فعلي. فيضغط على كلمة Start Recording، عندها يقوم البرنامج بحفظ أو بتخزين المقطع الفيديو، وعند الانتهاء وعمل إنهاء للاجتماع سيتم، لاحظوا هنا، سأعمل Stop Recording فقط من باب التجربة. وعند الانتهاء من الاجتماع ومن الحصة التدريسية ومن الدرس بشكل عام، سأقوم بمغادرة الاجتماع أو إنهاء الاجتماع. ستلاحظون بعد قليل أنه عند الطالب بعد قليل سيظهر. طبعا يحتاج إلى بعض الوقت لكي يتم معالجة المحتوى الفيديو الذي قمنا بتسجيله. تم إيقاف التسجيل، جاري حفظ التسجيل إلى مايكروسوفت ستريم. مايكروسوفت ستريم هو برنامج أيضا يستطيع الطالب الدخول إليه من هذا الحساب، من الصفحة الأولى التي دخل إليها هنا ستريم، وهي مكان لتخزين الفيديوهات الخاصة بالاجتماعات التي يشارك بها هذا الطالب. طبعا عند الانتهاء سيظهر الفيديو. هذا الفيديو سيبقى لحوالي 20 يوم على الصفحة أو على البوست على المنشورات، ويختفي بعد 20 يوم، ولكن سيبقى بشكل دائم. إن دخلنا إلى ستريم سيبقى بشكل دائم، أو يمكن أن يطلبه الطالب من الأستاذ فيرسل له الرابط فيضغط عليه مباشرة، يظهر ساعتئذ الفيديو أو الحصة التدريسية عند هذا الطالب، ويتمكن من إعادة مشاهدتها مرة ثانية بحال كان قد تغيب مثلا عن الدرس لأسباب معينة مرضية أو ما شابه. هذا بشكل عام بالنسبة إلى الطالب. أمر مهم بالنسبة أيضا إلى الطالب، وهي أو كيف يستلم الطالب الواجبات المرسلة من الأستاذ. بعد أن يقوم الأستاذ بإرسال واجب معين، هذا الأستاذ هنا سيقوم بإرسال واجب معين إلى الطالب الخاص بهذه المادة. طبعا بعد قليل ستظهر عندي صفحة إعدادات الواجبات، ولنفرض لكي لا أطيل الوقت، مثلا كنت قد قمت بتحضير بعض الواجبات، مثلا هذا الواجب، حسنا لأقوم بعمل واجب بشكل سريع. طبعا هذه العملية لا دخل للطالب فيها، الطالب سيصله الإشعار بأن هنالك مثلا سأقوم بكتابة كمبيوتر ديمو 10 كتجربة. سأختار هنا، ممكن أكتب للطالب كيفية حل هذا الواجب. سأقول له مثلا أجب على مثلا الأسئلة تضليل الجواب مثلا الصحيح بلون بارز، يعني هايلايت بارز. طبعا ممكن ايضا اقوم بتضليل هذا الخط واجعله بولد ليظهر واضح عند الطالب. ساضع مثلا انا كأستاذ علامات، ولكن مثلا 10 علامات على هذا الاختبار. هنا سأقوم بإرسال الملف الذي سيقوم الطالب بحله. سأرفع من الكمبيوتر الخاص بي أبلود، سأختار ديسكتوب ملف، سأختار هذا الاختبار مثلا، طبعا من باب الشرح فقط ليس إلا. أعيد وأكرر أن هذا الأمر كله يتعلق بالأستاذ. سأرسل طبعا هنا يقوم الأستاذ بتحديد الوقت الخاص بتسليم هذا الواجب. يجب أن يسلم الطالب الواجب قبل حلول مثلا 1 أكتوبر تشرين أول الساعة لغاية الساعة 12 ليلا. سأقول له assign مباشرة. إن عدت إلى الطالب سيظهر عندي هنا بعد قليل، لاحظوا بعد قليل ستظهر
أن هنالك شعار، أو أن هناك شعار بورود واجب. لاحظوا هنا كمبيوتر ديمو ورد إلى الطالب. يستطيع الطالب حاليا أن يقوم بحل هذا الواجب أو الهومورك. يختار View Assignment، بحال شعر الطالب أن الإنترنت لا يساعده على فتح التطبيق. لاحظوا أجب على الأسئلة بتظليل الجواب الصحيح بلون بارز. المواد المرجعية هي التي أرسلها الأستاذ. لكي يفتحها الطالب يضغط على خيارات الملفقات الإضافية. أفضل طريق إما يقول بتنزيل الملف على الكمبيوتر والتعديل عليه بحسب ما طلب الأستاذ والإجابة على الأسئلة، وإما يقوم بفتحه أيضا على برنامج وورد إذا كان أرسل الملف وورد مثلا، يفتحه على برنامج وورد الموجود عنده على الكمبيوتر. ويستطيع أيضا إن كان الإنترنت جيدا أن يقوم بفتح التطبيق، أو عفوا فتح الملف على تيمز مباشرة ضمن برنامج تيمز، يعني مضمنا ضمن تيمز. طبعا إذا كان النت يعني نوعا ما سريع سيساعده الأمر على هذا بدون أن يقوم بتنزيله على الكمبيوتر. إن شعرت أن الإنترنت حاليا مثلا لا يساعدني في ذلك، لاحظوا. أوكي، فتح في تطبيق سطح المكتب. لاحظوا يتم الآن فتح هذا المستند. طبعا يحتاج إلى بعض الوقت على الإنترنت على البراوزر. انتهى كل شيء، يمكن إغلاق الملف الآن. Open Word، لاحظوا سيفتح على برنامج الوورد الخاص بالطالب على الكمبيوتر. طبعا هذا الملف الذي أرسلته أنا كأستاذ إلى الطالب. طلبت منه أن يقوم بتظليل أو عمل هايلايت الإجابة الصحيحة مثلا. يسأل السؤال الأستاذ، يقوم الطالب مثلا بتظليل الإجابة الصحيحة بلون معين بشكل سريع فقط لكسب الوقت مثلا. طبعا أنا أقوم بإجابات قد تكون صحيحة أو خطأ بس فقط للتبيان. عند الانتهاء من الإجابة على الأسئلة يقوم الطالب بأخذ نسخة فايل. لاحظوا سأختار Save As، سأحفظ هذا الملف على سطح المكتب أو على الديسكتوب هنا. ويمكن تمييز مثلا الأستاذ أرسل كلمة Output Questions، ممكن أضيف عليها مثلا اسمي فرضا مثلا باسم وأختار حفظ. إذا أنا حفظتها أين؟ على سطح المكتب على الديسكتوب. أختار Save، أقفل البرنامج من هنا مو من هنا، لم أعد بحاجة إليه. طبعا بحال هذا الأمر ممكن الدخول إلى هنا وإعادة الدخول إلى واجبات. أوكي. طبعا هنا لغاية الآن أنا قمت فقط بحل الامتحان أو الاختبار على الكمبيوتر، ولم أقم بإرسال أو إرفاق الملف الذي قمت بحله إلى الأستاذ. سأقوم بإضافة Add Work أو إضافة عمل. سأختار بعد قليل تحميل من هذا الجهاز Upload from this device، وهنا على سطح المكتب سميته Output مثلا، Output باسم سميته. أقوم بإرفاقه تماما كما فعل الأستاذ لأعيده له كي يقوم بتصحيحه. لاحظوا وهنا شكل أو أمر ضروري جدا جدا هو أن أقوم بالضغط على كلمة إرسال. عند الإرسال يظهر هذا بعض الأشكال، بعض الأحيان تعلمك بأن عملك قد ذهب إلى الأستاذ مباشرة. إن عدنا إلى الأستاذ وعدنا إلى assignment، سميته أنا اختباري ديمو 10 على ما أعتقد. لاحظوا هنا تأتي أسماء الطلاب في الصف.
فقط طالب واحد، وهو الذي قمت به قبل قليل من هنا، هو الذي قام بإرجاع الملف بعد تسليمه أو بعد إنهائه. أدخل إلى هناك أستاذ. أيضا ممكن أن يفتح الملف على البراوزر أو ضمن البرنامج. لاحظوا فتح مع كل إمكانيات برنامج الوورد عندي كأستاذ. سأقوم هنا بتفقد مثلا الإجابات الصحيحة. مثلا إذا اعتبرنا أن هذه الإجابة هي الصحيحة، أقوم بعمل هايلايت واختيار مثلا لون أن هذا هو الجواب الصحيح وليس الذي في الأعلى. هنا أقوم بوضع العلامة فرضا مثلا 8/10 وأضغط على كلمة return. عندما أضغط بهذه الحالة سيعود الملف مع الملاحظات. ممكن هنا أكتب أو يكتب الأستاذ الملاحظات على لهذا الطالب. حاليا سيصل إشعار إلى الطالب بأن عمله قد تم تصحيحه وإرساله مجددا. يرى هذه النتيجة ضمن كلمات أو ضمن التاب المسمات درجات. ستظهر بعد قليل. لاحظوا هنا مثلا ديمو 10 سميناه، تم الإرجاع يعني أرجعه الأستاذ، أخذت عليه علامة 8/10. بحال بعض الطلاب وفي المواد العلمية احتاجوا أن يقوموا بحل الأسئلة على أوراق بيضاء مثلا خارج الكمبيوتر، ممكن بعد إنهائها أن يقوموا بتصويرها بالهاتف الخلوي السيلولر، ومن ثم وصل الهاتف بالكمبيوتر وأخذ هذه الصورة. ونفس المبدأ نستخدم، نختار Add Work ونعيد إرسالها إلى الأستاذ. يعني بهذه الحالة بحال لم يكن المراد أن نقوم بالكتابة من خلال برنامج الوورد، بل من خلال ورقة معينة كنا قد كتبناها مثلا. كما قلت لكم نقوم بحل الإجابات على ورقة بيضاء خارجية، نأتي بالهاتف نقوم بتصوير هذه الورقة ومن ثم إعادة الضغط على كلمة Add Work واختيار هذه الصورة التي قمنا بتصويرها بواسطة الهاتف. طبعا عندما نصورها بالهاتف نقوم بإيصال الهاتف بواسطة الـ USB كيبل إلى الكمبيوتر ونقلها، يعني وممكن من خلال الهاتف إذا كنا قد دخلنا به بحسابنا إرسال هذه الصورة مباشرة بدون الحاجة إلى توصيل الهاتف مع الكمبيوتر. هذا بشكل عام ما على الطالب معرفته. وإن استجد أي أمور أو كنتم بحاجة إلى أي أمور فإن شاء الله سنقوم بالمساعدة في أي أمر تحتاجون إليه. هذا بشكل عام. كما قلت مثلا الواجبات الفرق وهي المقصود فيها هي المواد الخاصة بهذا الطالب. الدردشة هي تعرض الحديث الذي يدور بين الطالب والأستاذ أو بين الطالب وبعض زملائه. طبعا النشاطات هي كل النشاطات المتعلقة بهذا الطالب والتي تمت الإشارة به إليها. التقويم هنا كما قلنا يمكن من خلاله، لاحظوا هنا طبعا كله هذه كتجارب، أن يختار الطالب المادة في أي تاريخ وأي توقيت يجب أن يدخل إليها كحصة تدريسية. هذا بشكل عام. البرنامج برنامج ليس بالأمر الصعب، بل يحتاج بعض هيك الانتباه في عملية الدخول إلى الحساب. وطبعا لا ننسى أن نقوم بحفظ اليوزر نيم والباسورد على ورقة غير الورقة التي قمنا بتسليمكم إياها كي لا تضيع من عندكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.